تيني فوزيه حتى هي بتوصف ان هي جالها حاله نهم اللي هي شبه ان هي اتسرعت على الاكل، بقت بتاكل اي شيء وكل شيء ليه مذاق ملوش مذاق، حتى ان معاني وشكلها بتتغير تماما، بتبدا تتحول لامراه بدينه للغايه، كل اللي همها ان هي بتاكله، بتبدا تخرج من وراهم عشان تاكل في المطاعم، بتبدا تستغل الوقت عدم وجود زوجها واولادها في البيت ان هي تاكل، فهي بتعوض حاله فشلها الزوجي وفشلها في المشاعر ان هي بتعوضه في الطعام.